لا خش خليك اتفضل. دكتور امريكا شو احكي يا شباب؟ دكتور فتحي هو الجهاز جبنا سليك لاب اللي هو اهم حاجه في كشف العياده كامله. اه فين هو؟ هنا على دكتور واقف مكانه. احنا عايزين بس ايه حد ممكن ايوه عايزين حد يطلعه لنا من الكرتون. انا ممكن نرجع ورا شويه بس نرجع ورا ممكن نرجع ورا سمك بس احنا ممكن ما نطلعوش في تعاقد بين المؤسسه وبين مستشفيات خاصه بنشتغل معاهم في العمليات عشان كده بناخد رقم المستشفيات الخاصه بعيده ولا قريبه؟ يعني لو صار حال طارئ بالليل مثلا نص ساعه من هنا للمستشفى نص ساعه بس بيكون مكلف عليهم لازم الاول يدخل دي مؤسسه هنا القريه ديت ما فيهاش فتره تصفيه ولا فيها دكتور يعني انت لغايه دلوقتي عامله كام كشف؟ هو في 100 لسه فاضل لك كتير في 100 بره 100 حاجز عيون 100 حاجز عيون النهارده ده 100 تاني بره غير الخمسه ده زي النهارده تخصص واحد بس هي بايته معانا النهارده الدكتوره يعني لو حالات ميه بعيده عايزه تبعتيها يعني اكتر سبب كان احنا عندنا في العياده النهارده كام تخصص يا عزيز؟ عندنا كل التخصصات النهارده 11 دكتور بسبع تخصصات النهارده سبع تخصصات ففي سبع تخصصات منهم تخصص واحد بس 100 كشف مش كده؟ ولا كام؟ نعم ما عدا العيون تخصص يعني في 100 واحد اكتر الرمد العيون مش كده؟ العيون اكتر حاجه العيون والاطفال العيون والنهارده النساء لكن هو المعتاد العيون والاطفال والبطن هنا في العيون في طبيعه البلد دايما تضحي بنفسها ان هي تروح تكشف وتضحي ان هي تجيب لنفسها دواء. انا اول ما جيت وبعلن عن الحفيظه كل الستات بقت تقول لي في نسب يعني هتشوفونا نسب بالمجان يعني كل الترددات فكره انه جايين حاجات بالمجان مش هدفع فيه فلوس انا دايما بضحي بنفسي شايفه كده بتخش يا اما مشوار ال 100 ميل بيبدا بخطوه واحنا بدانا في بدايه الخطوه نفسنا بقى الخطوات دي تكمل اللي بعد كده يبقى لينا احنا بنواجه مثلا حالات صعبه زي مثلا حد عنده يعني في حاله بره عند المراره مش قادر تعملها في حالات قلب مفتوح في حالات قرنيه وارقام كبيره
فاحنا محتاجين حد يدعم الموضوع ده. وبنحاول نعمل حالات فده اللي احنا نفسنا يبقى فيه ليش في المستقبل يبقى معانا حد يساعده ويشخصه ونلاقي اماكن تعالج. شكرا مريم لو تعرف تشخص الحالات وده يوفي. هو احنا ده بنعمله على اسمه نقدر ونعمل ريفير وبنحاول نساعد. هو احنا طبعا حضرتك طبعا حضرتك ده جهاز بيه محافظه الدكتور طفائي المحافظات نعمل ايه؟ لا احنا مش طبيعيين. لا انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. احنا عندنا بالنسبه للريفيرال سيستم ان احنا بنحاول نعمل احاله لكل الحالات اللي مش هنقدر نعمل لها تغطيه جوه العياده. يعني بشوف حبيب المدير وفن الطبيب اللي لازم بنعمل تشبيكات مع مستشفيات خاصه، عيادات خاصه، مراكز اشعه خاصه، بحيث ان انا ما بقدرش اغطيه بوديه بعمل له احاله هناك بيعمل لي خاصه. بيعملي عمليه، دكاتره في دكاتره اتبرعت ان هي تعمل عمليات، في دكاتره تانية بتتبرع بجزء كبير من الكشف بتاعها، فاحنا بنعمل الريفيرال سيستم بناء على مقدره الحاله بنعمل معاها بحث عشان تكون مستحقه ان هي نقدر ندعمها ما يبقاش للكل. تاني حاجه بنوديها للدكتور اللي احنا مشاركين معاه. دكتوره شابه صغيره ان شاء الله تبقى على الاوائل يعني. لا لا صعب تروح لواحد اكتر لان المستوى الاعلى دول يعني 60 بس برايك مثلا لو حدا هلا عنده قال لي عمي بتمني يصير معنا للمكان احنا نفسنا نوصل يعني بعياداتنا 100 عياده نغطي 6 مليون مريض سنويا لو قدرنا نوصل للرقم ده. ده البدايه الاولى اللي احنا شايفين ان احنا بعد كده انا عندي استعداد ان انا اغطي كل مركز يبقى عندي عياده متنقله في مصر. انا الفرق اللي عندي بين مؤسسه راعي مصر وبين كل المؤسسات الثانيه ان انا بقدر اوصل لافقر الحالات في ابعد الاماكن في قرى ونجوع مصر. فده اللي فعلا اللي احنا بنكون مراعيين جدا ان انا اوصل للمستحق اللي بيستحق فعلا الدعم. المناطق السكنيه اللي هي بعيده عن الخدمه الصحيه. ودوت بالتنسيق مش بشتغل لوحدي، انا بنسق مع الوزاره وبنسق مع الجهات الحكوميه كلها اللي انا بشوف معاهم خريطه المرض وخريطه القرى الاكثر فقرا عشان نبقى كلنا بنكمل بعض ونشتغل بشكل تكامل. انا في ان الفت النظر لها الامريكان يعني عطى فرصة لهالحديث تسمعوا تتفاعلوا معه تتحركوا لصالح الناس يلي هن منا فينا بحاجة لدعمكم بحاجة لوقفتكم معهم لحبكم يمكن شوي من وقتكم أي شيء أي شيء صدقوني أي شيء بيعمل الفرق بحياة ناس لأنهم بعاد عن عينينا مفكرين بس هن بكل مطرح موجودين. وأنا إذا موجودة هون هون كل مطرح بحاجة لإلي لأنه انطلب مني إجي اليوم لهون. فأنا بشكر ربنا على الفرصة اللي أعطاني إياها، بشكر راعي مصر على الاهتمام على الثقة، بتمنى للكل كل التوفيق. احنا بنشكر حضرتك على وقتك ومجهودك وتضحيتك وسفرك وتعبك، مجهود كبير فعلا. حضرتك قدوة ونموذج رول موديل لكل الناس لازم تمشي وتحتذي بيه. الله يسلمك. بنشكر دكتور فتحي على دعمه. الله امبارح لما كنت عند الستات المسنين عند الاطفال المعاقين حسيت من اللي عم يحبوا مع ولد معاق وحسيت كاني اثرت كثير. قالت لي هالخدمه انا ما بستحقها وانا ابتداء فيها بقول هالخدمه انا ما بستحقها، ربنا طلب مني اعملها والدليل اني انا هون اليوم بيناتكم على امل اني ارضي وجربنا واكون عملت شيء يروح منه فرح كل اللي زبطنا في أعماق جنوحي.
جئت